قال المؤلف رحمه الله: كل وكأل وكذا. ميز في الاستفهام كم بمثلنا، ميزت عشرينك كم شخص سنة، وأجيزا تجره من مضمرة، وليت كم حرف جر مظهرة، واستعملا ها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة، ككم كأي وكذا، وينتصب فليزلين أو به صلة ينتصب. هذه أعداد كناية عن العدد، أردفها أظهر العدد بها. بدأ بقوله كم الاستفهامية كناية عن عدد مجهول الجنس والمقدار، فتقول كم كتابا عندك، كم مبهمة، كتابا تمييز لها، كم كتابا عندك، وتمييزها كتمييز العشرين مفرد منصوب. فنقول ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين، ككم شخصا سنة. قال: وأجيزا تجره من مضمرة. يجوز أن يضاف إلى تضاف كم إلى مميزها فينجر، أو أنه مجرور بمن واجبة الحذف، واضح؟ وعرفنا من قوله وأجز أن الأصل نصبه. تقول في كم دارا سكنت، على كم دابة ركبتها الأصل، وما أجز أن تقول في كم دار سكنت، على أنه مجرور بمن واجبة إضماء، أو أنه مجرور بإضافة كم إليه. هذا معنى قوله وأجز أن تجره. قوله أجز دلالة على أن النصب أرجح. وأجز أن تجره من مضمرة، هذا ما قاله ابن مالك أنه مجرور بمن واجبة الحذف. وغيره قال مجرور بإضافة كم إليه، والاسم المبني يجوز إضافته لا شيء. هذا قوله وأجز أن تجره من مضمرة، إن وليت كم حرف جر مظهر. نعم. استعملا كم مخبرا، استعملا مخبرا، وهي كم الخبرية، وهي كناية عن عدد كثير، عدد كثير. تقول كم كتاب عندي، تقصد أي عندي كتب كثيرة، وبينهما اتفاق واختلاف، يختلفان في أن كم الاستفهامية لا يصح أن يقال صاحبها كذبت، سألك شخص قال كم كتاب عندك لا تقول له كذبت. كم الخبرية تستطيع أن تكذب وتقول له ليس عندك أي كتاب، وكل منهما اسم مبني له صدر الكلام يفتقر إلى مميز، هذا وجه اتفاق بينهما. أنا أقول كم واستعمل لنا مخبرا كعشرة، أي أن تمييزها يكون مجموعا مجرورا. تقول كم كتب عندي كتمييز العشرة مجموع مجرور، أو مئة أي أن يكون مفردا مجرورا. تقول كم كتاب عندي. وابن مالك هنا على غير عادته قدم المرجوح على الراجح بسبب الوزن اللي عنده. الأصل أن الأكثر أن يكون تمييزها كتمييز المئة مفرد ومجرور، مظهر. أنا قوله وأجيزا تجر واستعملا ها مخبرا كعشرة أو مئة، ككم رجال أو مرة. كم تقع في أحد عشر موقعا إعرابيا، وليها حرف جر فهي مجرورة، في كم دار سكنت وليها مضاف فهي مجرورة، غلام كم رجلا أكرمت مجرورة. وإن كانت كناية غلام كم رجل، أو غلام كم رجلا، غلام كم رجلا أكرمت، غلام هنا كم هنا مجرورة بإضافة غلام. وها غلام مفرد به، بارك الله. الثالثة تقع كذلك في محل نصب، مثل إذا كانت كناية عن 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 زمن، تقول كم يوما صمت، أظهر كناية عن زمن، أو كناية عن مسافة، كم ميلا قطعت، هاي ظرف منصوبة كلاهما ظرف. وإن كانت كناية عن مصدر فمحلها نصب، مثل كم ضربة ضربت المجرمة، أربعة. وإلا فإن لم يلها فعل أصلا فهي مبتدأ، كم مالك لم يليها فعل، وإن وليها فعل لازم فمحلها رفع مبتدأ، نحو كم رجلا سافر. وإن وليها فعل متعد رافع لضميرها فهي مبتدأ، نحو
كم رجلا ضرب زيدا؟ هو رافع لسببها، كم رجلا ضرب أبوه زيدا؟ كذلك هذه محل رفع مبتدأ، وهي وليها فعل متعدي لم يستوفي مفعوله، فهي مفعول نحو كم رجلا ضربت، وإن استوفاه فهي مبتدأ مثل كم رجلا ضرب زيد عمرا عنده، واضحة؟ وإن كان الفعل المتعدي ناصبا لضميرها فإنها تدور بين الاشتغال وبين الابتداء، مثل كم رجلا قابلته، 11 موقع عربي. قال رحمه الله: ككم كأي في إفادة التكثير، كأي وهي مركبة من كاف التشبيه وأي، ومنها قول الله عز وجل: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، وكأي من آية في السماوات والأرض، وهذا معنى قوله وبه يصل من تصب، تمييزه كم كأي خاصة، كأي تمييزها في الكثير الأكثر أن يصحب أن يجاب بمن، كتم كأي وكذا، كأي كناية عن عدد كثير، وهي مركبة، وكذا قال بعضهم مركبة من كاف التشبيه ولا الإشارية، وبينهما فرق، كلاهما يفيد الكثرة، ولكن كذا لا تقع صدر كذا، تقول عندي كذا وكذا كتابا، أو عندي كذا كتابا، ومرت بكذا وكذا طالبا، ورأيت كذا وكذا طالبا، أظهر؟ أنا أقول لك كم كأي وكذا وينتصب تمييز ذيلي، أو به يصل من خاص، من خاص بتمييزي كأي، أو به يصل من تصب، وكأي فيها لغات، قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وفي كأي قيل كائن وكائن وهكذا كيئن وكائن فاستد، قالوا لكثرة دورانها تلعبت بها الألسنة. والله هذا قال: وفي كأي قيل كائن وكائن وكائن، تقول كأي كتاب عندي، كأي كتاب عندي، كيئن كيئن كتاب عندي، كئن كتاب عندي، كئن كئن، خلاص. وفي كئن قيل كائن وكئن وهكذا كئن وكئن فاستدل.